يقرأ الطبراني في الدخائر العقباء عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمان لأهل السماء، وأهل بيتي أمان لأمتي. أخرجه أبو عامر الغفاري. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمان لأهل السماء، فإذا ذهبت ذهب أهل السماء. وذهب النجوم أي تنكدر وتنطمس في آخر الزمان. وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض. أخرجه الإمام أحمد في المناقب. وفي رواية: آتاهم ما يوعدون، أي أهل السماء وأهل الأرض. وروى مثله ابن عساكر والقندوزي ومحمد بن عاقل والسيوطي وابن حجر والطبراني والحاكم عن براء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق. رواه ابن ماجه بسند حسن، ورواه البيهقي والأصبهاني، وزاد فيه: ولو أن أهل السماوات وأهل أراضيه اشتركوا في دم مؤمن لأدخلهم الله النار، أهل السماوات من الإنس والجن المكلفين غير الملائكة حكما، والله أعلم، أو خلق آخر لا نعلم هو موجود، ويخلق ما لا تعلمون، سبحان الله. ومنه: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. بالطبع لا يسلطون على أهل الأرض أهل السماء وهم سكان الفضاء. وفي رواية: أهل السماء. قال الترمذي عن أبي أمامة الباهلي قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماء، انظر التفريق بين الملائكة والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، وأخرجه الطبراني. وقال الألباني: صحيح. انظر لإخراج الملائكة من أهل السماء. سورة الطور والبيت المعمور، آية 4. ثابت في صحيحين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإسراء بعدما مجاوزته إلى السماء السابعة: ثم رفع بي إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله في كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليهم، يعني يتعبدون فيه ويطوفون كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم، كذلك ذلك البيت هو كعبة أهل السماء السابعة. ولهذا وجد إبراهيم الخليل عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، لأنه بنى كعبة الأرض. والجزاء من جنس العمل. وفي كل سماء بيت يتعبد فيه أهله ويصلون إليه، والذي في السماء الدنيا يقال له بيت العزة، والله أعلم. هذا كلام المفسرين. روى الطبراني في الدخائر العقباء عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمان لأهل السماء، وأهل بيتي أمان لأمتي. أخرجه أبو عامر الغفاري. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمان لأهل السماء، فإذا ذهبت ذهب أهل السماء. وذهب النجوم أي تنكدر وتنطمس في آخر الزمان. وأهل